السلام عليكم، تحية نضالية لجميع الأحرار. اليوم الموضوع ديالنا وهو هذا الشيء اللي خرج به السي عمر بلافريش اللي يعني في هذا الفيديو الاخر اللي كان دار مع في هذه القناة ديال اشكي، طرق لواحد العدد من النقاط وبغيت يعني نجاوبه مادام انه يعني من فيدرالية اليسار والى اخره والناس اللي كيطالبوا بالملكية البرلمانية. اذا في الاول كاول نقطه النقابات وما بغاش يجاوب عليها السي عمر بلافريج، هو كيعرف مزيان بان راه في المغرب ما عندناش ما يسمى بمجتمع مدني. النقابات هي نقابات ممخزنه يعني، وهذا الشيء راه باين واضح وكلشي كيعرفوا، ماشي عدد نسبيه. اذا كتحثوا الشباب على الانخراط في العمل السياسي، وهنا السؤال اللي غادي نطرحه عليا، ما هي الفائدة من الشباب يدخلوا في العمل السياسي وماذا حققتم أنتم كناس يعني تؤمنون بنظرية يعني التغيير من الداخل؟ وواحد الساعة ما شفنا حتى شي حاجة تغيرت وما عمرش حاجة ما تغير، وحتى مشروع ديال الملكية البرلمانية مولاه اللي هو بن بركة راه قبروا هذه في 60 عام والزيادة، راه الصوره مدفون في البي اف 3 حداك تما في طريق زهير السي بلافريج، والجثه ديالو الا بقى شي عظيم راه في لي جاردان ديليزي مليوح، وباقي العائله ديالو اليوم تطالب ب وانتم لازلتم يعني مصرين على واحد المشروع اللي هو فاشل واثبت الفشل ديالو هذه السنين. لان بكل بساطه يعني اخر يعني جواب على الملكيه البرلمانيه هو دستور 2011، يعني الملكية أو الملك يعني كيجاوب الشعب المغربي كله بأن كيقول ليه لا توجد إرادة حقيقية للتغيير، تغيروا الدستور، غيروا في الأرقام ديال الفصول، غيروا الغلاف، ولكن بقى المضمون هو المضمون، بل بالعكس زادوا فيه حتى الفصل 52 أن خطاب محمد السادس ما يمكنش يكون محور نقاش في كلا الغرفتين، الذي من النواب ولا المستشارين. إذا وكأنه يعني قرآن منزل من السماء، لأن والقرآن وراه الناس كتناقشوا كتختلف التفاسير ديالو، بينما كلام محمد السادس وكأنه أقدس من القرآن ومن رسمته. هضرتوا على أزمة الخطاب السياسي في الميزانية في لابورد فيونس اللي غادي تخرج. أصلا أنتم عارفين بأن هذيك الحكومة المحكومة راه تسخرت الملكيه، بمعنى راه ماشي هي اللي كدير لا لوا دو فينونس، لا لوا دو فينونس كتخرج من القصر والحكومه كتسخر كتجيبها لكم البرلمان، والبرلمان هي راكم كتصفقوا عليها فهمتيني وصافي وبسلامه وش غادي، يعني كاين داك التمثيليه امام لا راه سالات من مجلس النواب، راه طلعت من مجلس المستشارين غادي يدرسوها وما يدرسوها، اش غادي يدرسوا؟ واش كاين شي برلماني يقدر يتعارض مع شي حاجه جايه من القصر وهو عارف بان القصر هو اللي دايرها والملك هو اللي باشراف الملك بيان سور. مساله اخرى التي جي في، المهم انا ما ندخلش في التي جي في، لان اصلا التي جي في راه ماشي هي فلوس الدوله، راه كاين حتى فلوس ديال دول اخرى، فرنسا، الامارات، ما عليناش. وانا اتفق معك في هذه النقطه هذه ديال ان التي جي في ماشي من اولويات المغرب، بل حتى الدول اللي عندها التي جي في راه حنا في لونتروتيان ديالو وما كيدخلش، دونك اولويات المسائل الاخرى. عطيني مساله اخرى اللي هضرتوا عليها وهو المحروقات وشركه الارباح الغير اخلاقيه. اولا بعد هذه الشركه ديالنا اليس ملك ديال هذيك الطبقه اللي هي دايره ارتبط بالمحيط الملكي؟ وكيفاش يعني هاد يعني يعني داروا واحد الارباح اللي غير اخلاقيه؟ لان في غياب تام للدوله، لان اصلا ما عندكش دوله، وشكون غيكونترولي شكون؟ واش كاين شي واحد كيمشي كونترولي شي حاجه ديال المسؤولين الكبار في الدوله؟ هذا راه من الحماقات هذه، الانسان يقول تبتفل يا زعما، بمعنى هذا الشيء راه تم باشراف الحكومه وباشراف حتى انتم البرلمانيين، وهنا قدامكم كيدوز هذا الشيء. فين هما التحقيقات مثلا ديال الناس اللي ماتوا الكار؟
شفنا واحد العدد ديال التحقيقات اللي تحلوا ولا مزيان صافي ما كاين حتى شي حاجه. داك هو فيها المحروقات وفيها البنزين اللي هو مهرب وكيتباع في 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 يعني في الجنوب وهذا ما صافي اللي ضربوا ترين راه ضربوا ترين ومشى فحالو مسكين صافي. مساله اخرى ديال البرلمانيين ولي زافير، انتم كتعرفوا السي بلافريج بان في المغرب راه ما يمكنش يترشح واحد الانسان اللي هو عادي، راه كاع دوك اللي كيترشحوا كيكونوا لاباس عليهم. وراكم كتعرفوا بانهم كيانفيستيو 300 400 500 مليون رشوه كيتعطى فيها رشاوي حتى القيد، لان الداخليه القيد هو اللي كيعمر لي رابور الداخليه على هذاك السيد واش يليق ليهم يليق كيفاش فين حدهم يتعاملوا معاه. بمعنى هذيك اللعبه الانتخابيه هي كلها لعبه مفروشه وباينه واضحه، الداخليه هي من تعين وهي اللي كتنجح اللي بغات. وانا قالوا لي قياد كنعرفهم اصدقاء ديالي قال لي تشفير الا ما بغيناش واحد فلان ينجح راه ما كننجحوش كنسقطوه، فهمتيني؟ وباش ينجح راه خاصو عطى يدهم السير ويسير من هنا من هنا. دونك انتم عارفين بان هاد الناس يعني كيف يتم يعني الترشيح ديالهم اكسترا وكيفاش كينجحوا ياه. وكتعرفهم بان واحد اللي مانفيستي 300 400 500 مليون علاش داخل انفيستير هكا؟ كيقول لي راسو راه جاي نلوح الفلوس كومسا ما بين الاسواق اللي كيشري والعراسات والعراضات والشيخات وداك الشيء اللي كيبداو يديروا لهم غير هكذاك، ها ماشي باش كيستافد من ديك الحصانه البرلمانيه وكيستافد من التقاعد من بعد ديال البرلمانيين وكيستافد انه ما كيبقى كاسو حتى شي حد اللي بغى يديرها لامبور اكسبور كلهم عندهم الشركات ديالهم وفي غياب تام للمحاسبه والشفافيه. علاش؟ لان هناك واحد لاكور ما بين الملكيه و لا البرلمانيين ولا الحكومه ولا كاع المسؤولين الكبار في الدوله، ان كل واحد عنده واحد القطاع ديالو فين كيفرس كيف اموال الشعب كيف بغى وما كاينش اللي كيحاسبو. ولهذا عمرنا ما شفنا السي بلافريج مثلا هذاك الرئيس اللي هضرتي عليه ديال البرلمان اللي ضرب مول الكراطه اللي ضرب 22 مليار، هما جايبينو لك رئيس تما هو هضر معاه ياك هو جالس حداك تما، وديك الساعه ما تقول لهم كيفاش هذا ضرب 24 مليار وحاطينو لنا هنا رئيس في سميتو. مساله اخرى هو الملكيه او البرلمانيه هو النظام اللائق في المغرب. انا هاد المساله ما كتدخلش ليا المخ كيفاش نتوما. اذا علاش بغيتوا الملكيه البرلمانيه؟ لان هاد الملكيه المطلقه فاسده، سنعترفوا بعدا بواحد المساله مش خاوش نخرقوا على الناس. اذا مادام هي فاسده اشنو خصنا شنو بغيتوا ديروا نتوما؟ باغيين ديروها تسود ولا تحكم. وانا عمري ما سمعتكم ولا شفتكم خارجين تطالبون باعاده كتابة الدستور، دستور برلماني ديمقراطي. وهل تعتقدون بأن الملك يعني غادي يعطيكم السلطة ويقول لكم أجيو تحاسبوني؟ ها؟ مادام أنك ذكرتي الإنجليز وذكرتي واش الملكية البرلمانية اليوم اللي كاينين في واحد العدد من الدول إهرجاو ولاو برلمانيين بهذه الطريقة اللي نتوما كت بيعوا الوهم للشعب المغربي وكأن واحد النهار غادي يكون عندنا ملكيه برلمانيه في المغرب، شيء اللي هو مستحيل. نقدروا نشوفوا الجمهوريه واحد النهار وعمرنا ما غادي نشوفوا الملكيه البرلمانيه. وكون كان باغيها دستور 2011 خير جواب على ذلك، لان ما بقاتش في مفصل الصلاه في الاخر نعطيوها للملك. اين هي الديمقراطيه؟ اين هو فصل الصلاه؟ اين هي الشفافيه والمحاسبه؟ اين استقلاليه السلطه؟ باش تكون عندنا الشفافيه والمحاسبه والبرلمان يحاسب الحكومه والقضاء يحاسب الحكومه والبرلمان و خاص تكون استقلاليه السلطه. ما يمكنش انت دير لي دستور يعني وكتعترف بفمك بانك انت تطبق الدستور ولو انك ما صوتيش عليه وتشتغل في اطار الدستور وما عرفت انا الديمقراطيه ديالكم كيفاش دايره. مع العلم ان السلطه كلها عند الملك والملك كيقوم بدور حتى الحكم ما بين راسه وراسه في هذاك الدستور. يعني هذه دير ما هذه الحماقه حتى هي اللي ما كاينه حتى شي دوله تلقاها في الاستثناء المغربي
ان جميع السلطات هي عند الملك، وفي نفس الوقت الملك داير اربطه مع راسه، بمعنى هو اربط ما بين راسه في القضاء وراسه في التشريع، واربط ما بين راسه في كل من حاجه. هو كل الله ما عرفتش انا كيفاش زادوا هذه المساله وما الفائده منها، ما عليناش. من بعد هضرتي على وزاره الداخليه، ما كرهتيش شي بوست في وزاره الداخليه. علاش؟ لان وزاره الداخليه تعتبر من وهذا من حقك بيان سير الى الى ولكن هضرت على يعني مقدم والقايد. واش في خبرك بان في الملكيه البرلمانيه راه الدور اللي كيقوم به القياد ولا اصلا ما كاينش مقدم في الدول المتقدمه، والقايد الدور ديالو راه ماشي هو داك اللي كيديروا في المغرب، الدور ديالو راه اخر في القياده وفي في سميتو. حنا ما سمعناكم مثلا مادام انكم تؤمنون بالملكيه البرلمانيه، وعلاش ما تطالبوش بتقليص ميزانيه القصر مثلا مثل الانجليز؟ مادام ذكرتي الانجليز، مثلا الانجليز الميزانيه اللي كيتخسر على القصور ديالها 5% من داكشي اللي كيتخسر على المغرب. علاش حنا دائما خاصنا نديرو داك يعني نتوما باغيين ديروا لنا ديك الدوله ديال المحتاجين الحل المحسنين، دولة المحسنين؟ حنا خاصنا دائما الوزارات يخرجوا 4% ولا ما نعرف شنو باش نجمعوا الفلوس باش نحطوها في التعليم، وكتخليو الثروات ديال البلاد السي بلافريش. اين هو الذهب؟ اين هو بعد اصلا الميزانيه هي اصلا لا لوا دو فينونس؟ علاش كتخرج من عند الملك والصناديق السوداء لا تتم المراقبه فيه؟ كيفاش هاد المساله بعدا ديال ولا بعدا راه شوفوا مداخل الدوله البلاد اشنو فيها اللي حتى واحد ما عارف. علاش؟ لان داكشي كله كيبقى طب سكري. القصر كيخرج لكم واحد الطريف صغيور اللي هو لا لوا دو فينونس، يفرقوا ويشتتوا هنا وهنا وهنا، والشيء الاخر الصناديق السوداء هذيك راه ديالهم. ثروات البلاد هي كتباع سو فورم دو شركات خاصه ديال العائله الملكيه، وحنا نمشيو نقلبوا على المحسنين ونتسعوا في الوزارات. عطيونا باش نكملوا التعليم. وعلاش حنا كنخسروا 720 مليون مغربيه في النهار مثلا؟ علاش ما تكونش بحال ملكيه الانجليز او ملكيه اسبانيا اللي ما كتخسرش عليهم حتى 20 مليون صحيحه في النهار؟ هادشي كله علاش؟ داك البروتوكولات والفخفاخه والابهه واستقبال ارساله وكيتقام على الشعب المغربي بالزباب ديال الفلوس، لان المسؤولين ديال ديك المدينه لا ديال الرباط ولا ديال ديك المدينه اللي غيمشي لها الملك كلهم كي صافي كيكونوا تيت ذاك النهار، حتى حاجه ما غادي تخدم الطرقه حتى هما 700000 طوموبيل غاديه معاه باش يمشي يدشل لينا مثلا طواليط ولا دوك المشاريع ديال المعزه وجوج قنيات اللي ما كيحلوش المشاكل ديال الشعب المغربي. وهادشي نتوما كتعرفوه، وكاين ملي كنجيو نديرو لها عمليه حسابيه كنلقاو بان خاسرين اكثر من 3.4 ديال المليار في ذاك النهار، بغض النظر على العمليه الاقتصاديه، يعني لان حتى ديك العمليه كتوقف، لان صافي الا بغيتي تقطع ما يخلوكش تقطع البوليس وداكشي، لان ما كيكونوش عارفين وقتاش غيدوز الملك، خاص صافي كلشي يحبسوه حتى يدوز الملك، وقتاش يدوز من دابا 5 سنين 4 سنين تيقول لي هو راسه، فهمتيني؟ دونك اوتوماتيكمون راه كتحس باش هو يعني كنخسروا ملي كدير لها عمليه حسابيه. والله غير فين كاين داير واحد الفيديو يعني على هذه المساله بالارقام وكلشي، كنخسروا فوق 3-4 ديال المليار باش نمشيو ندشنو مشاريع اللي ديال 100 مليون، شي بعض المرات اقل 60 مليون 200 مليون 300 مليون، بمعنى 2 مليون ديال الدرهم، 200 مليون مغربيه كنقول انا بالريال، كنحسب بالريال باش كنحاول نقرب المشاهد انه، لان كاين ناس بزاف بزاف اللي اون فوا كتدخل لهم في المليون دو درهم وداك الشيء راه ما كيعرفوش شي، لان بلاد ما عمرو ما كاين بلاد ما عمرو ما شد حتى مليون في يديه، ما كيعرفوش كوم فالور سي كوا، دونك فما بالك الا كثرتي عليه لي مليون دو درهم اكسترا اكسترا. دونك كان من الافضل او انكم تقلصوا تولوا تطالبوا، اول حاجه بعد قبل ما تطالبوا الشباب انه ينخرط في العمل السياسي،
وراه خاصكم تهيئوا للشباب الارضيه فين غادي هو دخل كاع اش غادي يدير في هذه المنظومه. اليوم نجيبوا الحكومه ديال السويد مثلا، نجيبوا الحكومه اللي في الجابون وندخلوها للمغرب، واش هذا الشيء غادي يبدل شي حاجه؟ ما تبدل حتى شي حاجه، لان غتلقى راسها مقيده بدستور عاطي جميع السلطات للملك، وتا هي غادي تبدا تنتظر تجلس تسنى طرا لي طرا، وكيبقاو جالسين يتسناو تينغزوهم من الديوان الملكي، عاد يخرج العثماني يهضر ويقول لنا شي حاجه ولا عاد يجاوب على هاد المساله، لان باش ما يكونش شي مشكل لما بان يكون الاخرين ما باغيينش يهضروا عليها ولا باغيين يهضروا عليها في طريقه اخرى، دونك يبقاو كاع المسؤولين في المغرب كيتسناو الرد شنو غادي يكون. بينما في الدول المتقدمه كنلقاو المسؤول هو، علاش؟ لانه اصلا هو مستقل كسلطه تنفيذيه مثلا او كسلطه تشريعيه او كسلطه، هو مستقل. بالعكس، والا بانت ليه بان شي سلطه قصرات في داك الشيء راه غادي ينتقدها عبر وسائل الاعلام، وحتى الاعلام هو راه حر، لان في الدول الديمقراطيه لا يوجد شيء سميته وزاره الاعلام. اذا اول حاجه السي بلافريش، علاش ما طالبوش بالغاء وزاره الاعلام؟ ما نديرو بها ها؟ ومادام انك انت كتقول البديل دائما يعني انتم كمعارضه تنتقدون وكتعطيو البديل في نفس الوقت، هو راه هذوك الفلوس اللي بغيتي انت للتعليم ويلي لغينا وزاره ديال الاعلام اللي هي شنو هي المهمه ديالها؟ هي الرقابه على المعلومه، واصلا ما عندناش اعلام اللي هو اعلام، حنا عندنا الاعلام ديالنا كله مزيف كذوب، مصائب كحله طاريه في المغرب، وما كيهضرش لك هو كاع على داك الشيء اللي طاري في المغرب ولا مشاكل حقيقيه المغرب ولا فهمتيني، وراكم كتعرفوا هاد المسائل، يعني داك الشيء السواقي شوف تي في ما تشوف تي في يعني ونحن حتى المرتبه 156 عالميا في مجال الصحافه. علاش؟ ماشي ان حيت ما كاينش ناس او ما كاينش كفاءات، بكل بساطه ما يمكنش في دولة ديكتاتورية تلقاو لك حرية الإعلام، لأن إلا تلقاو حرية الإعلام واجي تشوف واش هو المهداوي مسكين شحال من ملف جبد، مهما أنني أختلف مع الرجل فهمتيني، واش شحال من ملف جبد، ما هي نهاية المهداوي ها؟ ولا أمثال المهداوي ولا البداحي ولا الناس اللي كتمشي لها الأراضي ديالها ولا سميتهم، شكون اللي دار لهم داك الشيء؟ أليس العائلة الملكية؟ أليس ذاك لونتوغاج المقربين؟ ها؟ وفي الأخير كتجيو نتوما كتقول لنا مقترح ديال العفو العام، يعني وكأنكم تطالبون ب منين درتو مقترح للعفو العام؟ وحنا هذا خصنا نلقاوه كل مرة نعاودوه، هي عاوتاني ومن بعد نشدو واحد آخر نعاوتاني، وعلاش ما نديروش حنا قانون ما خصهمش هاد الناس يدخلوا الحبس بتاتا؟ علاش؟ وشكون اللي شدو في الحبس؟ لان سمعتك مشيتي قلتي بان الفصل 60 يعني ان البرلمان يمكن انه يصدر قانون عفو عام على السجناء، واش يقدروا؟ لان دابا انت اش كتقول لهم؟ انت دابا كتقول لهم يعني راه عندكم الحق لان راه مكتوبه في الدستور، ولكن واش عندهم الحق على ارض الواقع؟ احكام باسم من تصدر؟ باسم العداله؟ هل لدينا عداله في المغرب؟ وانتم عارفين بان الوزارة الداخليه اللي شدهم او حتى لا دي اس تي، لا دي اس تي اوكي تانا نزيدك انا مازال داك الشيء كدير لا دي اس تي لا جات مثلا دوك الاختطافات، اليس في الدستور اللي كتهضر عليه اللي كتطبقه وكتامن به ولو انك ما 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 قلتي ما صوتيش عليه، اليس عفوا اليس في نفس الدستور ان ممنوع على اي جهاز امني كيف ما بغى يكون انه يجي ويختطف الناس، وخاصو بمجرد انه غادي يوقفوك خاصهم يوجهوا لك التهمه ويعطيوك حق الدفاع وتجيب شهود وتجيب 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 يعني باش تكون محاكمه عادله ها؟ وهل هذا راه كاين في الدستور مكتوب حتى هو الدستور تاعنا القاري كله حافظه تقريبا فهمتي؟ واش هذا كيطبقوه كتطبقوا لا دي اس تي؟ مالكم كتهضروا على هذا الشيء السي بلافريش في القرعه مثلا؟ راه باقي اليومين هذا الاغتصابات
في السنجون تدوي تمشي للقرعة. العثماني براسو يدوي يمشي للقرعة. هذوك البرلمانيين اللي كتهضر عليهم اللي عندهم الحق كتقول هناك بنت في الدستور كيخول لهم انهم يطلقوا السجناء، قول لهم يطلقوا السجناء ويجي تشوف اش غادي يطرا واش يقدوا، لانهم عارفين اللعبه كيفاش دايره. اذا ما تجيش تكذبوا علينا، حنا اونون مارغ من هاد السياسات الكذوب. راه اللي عطى المصداقيه للجمهوريين وهو اون ابيل ان شا ان شا ان شيا ان شيا. ما كاينش مساله ديال لا راه ما عندهم الحق، هما ما عارفين بيصم ما كاين حتى شي حق. لان لاكور اللي داير الملكيه ولا الحكومه ولا هاد الناس كل اللي كتشوف في الساحه السياسيه مع الملكيه واحد النوع من كل وكل صافي. انت راه عندك بلاصتك فين تلعب، والاخرين راه عندهم بلاصه فين يلعبوا، والملكيه راه عندها بلاصتها فين كتلعب وصافي. وراه هادشي كيكمل شي، حنا عندنا برلمان ولكن لا يقوم بمهامه كبرلمان. اصلا هو ليس مستقل حتى يكون برلمان، بل هو ألعوبة بيد الملك، والملك هو من يصادق الاحزاب، هو من يرفض الاحزاب، هو من يفك ويحل الاحزاب اينما شاء وقت ما شاء وقت ما بغى. يبغى يسد كاع تاع البرلمان الغرفتين بجوج، يقول لهم عليكم السلام ديوركم، عليكم السلام ديوركم. واش هذه ديمقراطيه؟ واش بعدا يعني انا ما فهمتش انا كيفاش كتجيو كتجيكم الفكره انكم تدخلوا تشتغلوا في منظومه بدستور اللي هو ديكتاتوري بما تحمله الكلمه من معنى، وكتعتقدوا بانكم غادي تغيروا شي حاجه. ماذا قدمتم؟ ماذا غيرتم؟ كاين سنين نتوما يعني كنت كتشتغلوا، ماذا تغير؟ لا شيء. باقي دير لا ديست باقا كتخطف الناس، هادشي علاش ما تهضرش عليه مادام انت برلماني كتقول ياك انت برلماني عندك الحق، يلا خرج دوي على هاد المسائل. علاش لا ديست كتخطف الناس يا راجات وكتخطفهم لمدة 6 شهور 5 شهور ما عارفهم حتى ديور دارهم والديه، داكشي اللي مشاو عند البوليس ما عارف البوليس ما عارفينش فين هو السيد. ها تا كيديروا فيه مثلا دريس، نعطيك انا امثله حيه، مثلا دريس اي الحسين اللي خرج مسكين احمق اليوم من هذا. علاش؟ حيت هو جمهوري ويطالب باسقاط الملكيه. اليس من حقنا كجمهوريين ها اننا يكون عندنا التوجه اللي بغينا؟ حنا نريد هاد الملكيين ما لقاش اصلا. علاش غادي علاش انا مازال غادي نقول لا اجيت السعودي ولا تحكمي ها والجرائم وال 80% من الاقتصاد المغربي وهادشي كله. يعني اشنو بغيتو ديروا لنا نتوما هاد الناس ديال البرلمانيه؟ بغيتو ديروا لنا واحد عفا الله عما سلف اخرى، ولكن هاد المره غادي تكون في لا فيرسيون يساريه ملكيه. فهمتيني؟ انا عمري ما سمعت بعدا يساري او ناس يدعون انهم يساريين وكيقول لك ان الملكيه هي النظام اللائق لينا. شفت بقى شي تناقض؟ يعني انت نتوما ما مصالحينش حتى مع راسكم. يساري واليساري لا يؤمن بالملكيات، اليساري اللي كنعرف عليه بعدا ما عندوش كاع اصلا مع الملكيات. نتوما حاجه اخرى، نتوما اليسار الملكي شيء جديد. هذا الاستثناء المغربي نسيت باردون. شنو كديمقراطية صوتوا على الدستور كيطبقوا كيتأسس، حيت الناس اللي صوتوا ما كيطبقوش تطبيق الدستور من كيرانجا. يعني ما فهمت انا، انتم تطالبون بدولة ديمقراطية ياك، وكيبقى فيكم الحال على ان الناس اللي صوتت على الدستور الناس اللي ما كيطبقوش، الناس اللي صوتت على الدستور ما كيطبقوش داك الدستور بحال اللي كنا قلنا من قبل. وانت اصلا عارف اش من ديمقراطية، انت عارف انت اصلا عارف يعني اي انسان عاقل غادي نعطيه داك الدستور يقراه راه ماشي ديمقراطي، بحكم السلطة كلها عند الملك. ها الملك هو من يختار الحكومة، الملك هو من يعين أعضاء الحكومة، الملك هو من يجري عليهم إلا بغاو تغنيهم علي فيا ديوركم، يقول لهم بحال البرلمانيين نفس الشكل. يعني داكشي اللي طاري في البرلمان هو نفس الشكل. الملك هو رئيس المجلس الأمني في المغرب، الملك هو رئيس المجلس الوزاري. ها إيوا
اش هاد التخربيق؟ انا ما فهمتش. انا الديمقراطيه كتهضروا على الديمقراطيه؟ يعني انكم بكل ما كامل احترامي الناس، انا ما كنبغيش نجرح البشر وداكشي، حتى اللي جرحتو يسمح ليا من قبل. هنا كتبيعوا الاوهام للناس، ما كاينش شي حاجه اللي هي فعلا، يعني لان لو كنتم فعلا تناضلون من اجل ملكيه برلمانيه، وخصكم اخويا تعودوا للشارع، طالبوا باسقاط هذا النظام الملكي المطلق وبناء الملكيه البرلمانيه ابتداء من دستور برلماني. بمعنى خصك تمشي طالب بالدستور يتبدل، وانت كتقول لينا انت كتحترم داك الدستور وكتشتغل من خلال داك الدستور، وداك الدستور ماشي ديمقراطي. واش هاد الشلاطه عاوتاني؟ اش هاد التخربيق؟ انا ما فهمتش انا يعني هاد المساله هادي تطبيق الدستور هي. وقال لك يعني اعطيت المثال يعني ديال البركيران فاش كان كيقول لهم ما تخاصمش مع الملك، ما يتخاصمش مع الملك باش ما يدخلش في مواجهات مع القصر، وهو يقدر يدخل في مواجهات، هو القصر هو من يتحكم فيه. انا ما فهمتش زعما تطالب يعني من الحكومه ان دير لك شي حاجه اكثر من الطاقه ديالها، وهي تتلقى الاوامر ديالها لا في المجلس الوزاري ولا من الديوان الملكي ولا من، وكيقولوا لهم كيتموجين حتى هما في سبيل حتى هما يغمسوا ياكلوا، تخرج ميزانيات يلعبوا فيها كيف بغاو، الحصانات الفوائد يعني داك لي زافونتاج اللي عندهم حتى هما، لي فواتور سيرفيس سميتو اكسترا. هضرتي على الطوموبيلات ديال البرلمانيين انهم كلهم فايتين ل 100 مليون والفوق، وما ملي هضرتي على الطوموبيلات اللي مشرين من فلوس الدوله للبرلمانيين ومن فلوس سميتو ديال 100 مليون والفوق. وهنا كتبين لك بان راه كلهم الناس لاباس عليهم، ما دخلينش اصلا واش اللي لاباس عليه، ها وخسر 300 400 500 مليون باش يكون برلماني باش ياخذ البوست. هذا غادي يدافع على مصالح الشعب المغربي، واش هذا غادي يدافع على المقهور؟ وهو كله شركات ودي زافير ولا بور اكسبور، الفلاحه مخلطينها، خرجوا الاراضي، الريع مستافدين منو هما الاولين؟ انتوما الاولين مستافدين من الريع، انا جو كومبخون با علاش غتستافدوا انتوما اللي اصلا عندكم دي سالير ديال 37000 درهم، ها بلا داكشي الاخر، ها في العيد الحولي ب 100000 ريال، الحولي الكبير، كل مناسبه سميتو، مره يوزعوا عليكم البقع ديال الاراضي، الكريمات، راكم كتستافدوا من كل شيء، ها واش هذا ماشي ريع؟ ها وفي الاخير زدتيها وكملتيها بانك تطالب الناس بالاحتجاج السلمي. واش عمر المغاربه خرجوا خارجين نوكا؟ المغاربه راه دائما يعني كيخرجوا سلميا، مالهم كيطالبوا بحقوق يعني بابسط الاشياء ياك، وشنو كيطرا فيهم؟ اش كيطرا فيهم؟ ها علاش الزفزه في 20 عام ديال السجن مثلا؟ علاش واحد العدد صحفيين وناس وجرادة والريف وفي كل من يبلاصه وعاد خلي مناطق اللي ما كنعرفوش، ان الاختطافات ديال لابيسي راه دائما قائمه ديما، فهمتيني؟ دونك علاش هاد الناس كيتشدوا لان حنا نعيش في دوله ديكتاتوريه بما تحمله الكلمه من معنى، وانتوما باغين يعني توهمون الناس، تلعبون على عقول بعض الفئات من الناس اللي كيتيقوا لنا المغاربه بسكرة باقي النيه. ما نساوش راه عاد البارح شافوا جدودهم محمد الخامس في القمر، المغاربه راه مساكن، علاش؟ لان نظرا ل المستوى التعليمي اللي هو والو، والاعلام المغربي اللي تا هو كان المفروض انه يوعي ويجيب الحقائق، وهو دونك ستشوفوا التوندونس باش عامره في المغرب، دونك ما كاين حتى شي حاجه. واخر حاجه باش غادي نختم، عمر شي ملكيه برلمانيه في اوروبا ما جات بالاحتجاجات السلميه، وانا اتحداكم تجبدوا ليا، ولا بغيتوا كاع نمشيو غادي نجبدوا تاريخ الملكيات البرلمانيه كيف تحولت الى ملكيات برلمانيه من مور عقود ديال الاقتتال وديال الصدام والى اخره. تحياتي الاحرار والى الفيديو المقبل، شكرا.